اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا المعنية بحماية حقوق النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء توصيات تتعلق بتوفير تدابير للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات والمشاكل التي يعانينا من جرائها. ويذكر أن مجلس أوروبا هو المنظمة الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ، حيث تأسس المجلس عام 1949، وهو أقدم منظمة حكومية دولية أوروبية. والدول المؤسسة للمجلس هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة أيضا، حيث يضم مجلس أوروبا اليوم 47 دولة من بينها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويمثل أكثر من 800 مليون أوروبي. وتتناول التوصيات تعليمات ترتبط بحماية النساء والفتيات اللاجئات وتوفير المرافق الصحية لهن. وفي بيان لمجلس أوروبا تستند التوصية أيضا إلى نتائج اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ومواثيق الأمم المتحدة، وهي تحدد مجموعة من التدابير للدول الأعضاء لحماية حقوق النساء المهاجرات بشكل أفضل والمساهمة في منحهن فرص التعليم والتوظيف. وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، حيث تشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.